السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي. عندي كتاب النشاط صفحة 10 وصفحة 11 يونت 1 لسن 4. كملوا وياكم يونت 1 لسن 4. هذه الأي complete the information file about each food. أقول اكمل المعلومات الملف اللي كل طعام. Use the words from the boxes واستخدم الكلمات داخل الصندوق. هنا عندي foods الأطعمة وهنا countries هذه البلدان. الأطعمة مسقوف ماكرونيا كليتشا كاري. هنا عندي انديا الهند إيراك إيراك إيطالي إيطاليا. هذه الصورة عندي name كليتشا كتبت اسمها كليتشا أو عندي البلد الكونتري إيراك. هذه الصورة الثانية هنا مسقوف وهنا الكونتري إيراك البلد. هنا عندي هذه كاري هاي الكاري أو الكونتري إنديا يعني الهند. هاي عندي ماكرونية وهنا إيطالي هاي الماكرونية وإيطالي. ننتقل إلى صفحة 11. يقول read B read the clause clause يعني التلميحات اقرأ التلميحات. name the country for age nationality and write it in the crossword. crossword يعني الكروسورد هذا شو يسموها الكلمات المتقاطعة. يقول هنا اقرأ المعلومات اقرأ واكتب اسم البلد لكل جنسية واكتبها بالكلمات هاي المتقاطعة. هنا كلاوس اكروس اللي يسموها اكروس هذا الافقي او داون العمودي. اكروس عندي هذه اول واحده ايجيبشن ايجيبشن هذه مصر هنا ايجيبت شوفوا هذا هاي ايجيبت ايجيبشن ايجيبت. تو استراليان استراليا اربعه هذه فور استراليان هاي استرالي استراليا. عدي السادسة النقطة إيطاليين إيطاليين السادسة وين هي إيطالي هذه إيطالي هذه زين. عدي فرنش فرنش السفن هنا فرنس. هنا عندي تشاينيز تشاينيز هذا الصين اللي هي تشاينا هذه تشاينا. عندي داون ال تو تركيش تو تركيش ياتا تركيا. جابانيز 3 جابان. 5 تاي 5 تاي هذه تايلاند. او 6 عراقي هاي عراق. او انجليش انجليش هذا اللي 8 وين هي انجلاند. هاي عيني صفحة 10 صفحة 11 وكل التوفيق يا ربي.